وقتي عليه. اللي ما شرينا شكل عاد ما شرينا في سبيل الله، راه الريال ما عندنا. الله يجازيكم بخير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم عبد الاله المسيح الحاصل على اللقب ديال في الحلقه احسن حلاقي في المغرب، عده مهرجانات داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، باش نبينوا البلاد ديالنا ونبينوا الوطن ديالنا ونبينوا التراث ديالنا. حنا دابا جينا للساحه ديال جامع الفنا، وتنشكركم وتنشكروا الناس ديال الصحافه كاملين، تنشكروا الناس ديال الاعلام اللي عاطين الاهميه لهذه الشريحه اللي هي منسيه وتنسات، وما كاينش اللي هو عطى في حقها شي حاجه لا صغيره ولا كبيره. هذا هو اللي بقى فينا، لا تم الاصدقاء ديالنا. انا هاد كورونا خلاتنا باش نعرفوا شكون هو العدو، شكون هو الصديق، وشكون هو اللي بغى لك الخير، وشكون هو اللي تيتنز عليك. حنا دابا راه مقهورين في الساحه ديال جامع عرفنا، 8 شهور هادي غاديه ما خدمنا، ما درنا والو. الا سلفنا من عند هاد مول الحانوت تنعاودو نسلفو من عند هاد مول الحانوت. عندنا الوليدات تيقراو الدراري، ما كاينش اللي يوقف معانا، جميع الناس ارسلناهم وما خلينا حتى شي واحد. حنا باقي دابا واحد الامان اللي هو تنترجاو فيه الخير، وهو تنترجاو الخير في الله والملك ديالنا سيدي محمد، الله ينصرو والله ينصر الاسره العلويه. هاد الناس هما راه نساونا، راه نساونا جميع القطاعات هضروا عليهم، راه ما كاينش اللي دوى علينا، راه ما كاينش شي واحد اللي قال الناس ديال الحلقه، راه كاينين. ولا هاد الناس تنساو تنساو، كون يحلوا الجوامع بغينا نمشيو نطلبوا قدام الجوامع، ولكن حتى الجوامع مسدودين، ما لقينا فين نطلبوا، ما خلونا فين نطلبوا. وانا راه اش غنقول لك، راه هاد اليامات فاش سدوا هاد فاش سدوا فاش مسدودين الجوامع ومسدودين كل شيء، كانوا شي بيران حالين، والله الا من تما تنمشي تنجيب رزق وليداتي، تندخل عند هذوك الناس تنقول لهم راه ما بقاتش، ما كاين فين، ما كاين شي مجموع باقي الا هنا تعاونوا معانا. ايوا تخلي وليدات كيبداو تيبكيو، انت غادي تصبر للجوع. راه دري صغير ما تيعرف ليك انا ما خدامش، راه ما تيعرفش راه كورونا، راه دري صغير خصو قال لك بغى الخبز عطيه الخبز. راه اللهم ان هذا منكر، علاش نسيتونا؟ حنا عطيونا غير، علاش ما ذكرتوناش حنا؟ ذكرتو مالين، الله يكون في العوان. عرفنا مراكش جميع الناس مضرورين، لا تجار لا كلشي، لا الصغير لا الكبير. انا تندوي على هذا الشيء اللي هو تيهمنا حنا، علاش نسيتونا حنا؟ واش حنا ماشي حلايقية؟ واش حنا ماشي فنانة؟ واش حنا ما عطيناش الكثير؟ واش حنا ما وديناش؟ ولكن حنا من أجل وطننا ومن أجل هذه البلاد العزيزة، من أجل قد هكا في التراب ديالها وفي الوطن ديالها، حنا كيفاش نتذبحوا في أي دقيقة؟ والله ينصر سيدنا وعش الملك، والله يخلي لنا الناس اللي تيدوروا بنا وتيكرمونا، جميع المغاربه اللي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، تحيه لهم والله يحفظكم والله ينصر سيدنا. وحنا صبرانين وساكتين حتى يبين الله حقنا، ها عار الله الا ما شوفوا من حنا. حنا تنعانيو من هذه الجائحه هذه، واللي كنطلبوا من الناس وتنطلبوا من الناس المسؤولين الله يجازيهم بخير، هو رد الاعتبار لهاد الناس والتنظيم لهاد الناس، لانه هاد الناس راه مهمشين، وبالاخص هاد الشريحه هادي راه 8 شهور وهما باركين، ما كاين اللي عمرو سول فيهم ولا داها فيهم. كاينين الناس ديال عيسى ومالي الحناش، كاين كاع اللي عنده هذيك السلعه ديالو راه كلشي مات ليه، الا كاع بغى يرجع بغى يخدم راه ما بقاتش عنده سلعه. الناس ديال مالي القروضه راه تعكفوا ليهم القروضه ديالهم، كاينين القروضه اللي ماتوا بزاف. الناس ديال كاين اللي دار ب 45 50 عام 60 عام، بحال هذاك الحاج الشيباني راه هو 50 عام مسكين وهو هنا 50 عام وما كاينش اللي يسول فيه. والقوت العيش اليومي ديالهم هو هاد الساحه، الا ما داوش القوت اليومي ديالهم من هنا راه ما ياكلوش، منين بغات تجيهم شي حاجه والو. ولكن هاد الشيء اللي جا قدروا عنينا الله تعالى، وحنا راضين بحكم الله تعالى ولله الحمد، وتنسجوا الناس الجهات المسؤوله يردوا لنا واحد شويه ديال رد الاعتبار لهاد الناس، لاننا راسلناهم المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه وما كاينش اللي جاوبنا لا بيه ولا بلا.
حنا كنطالبوا من هاد المسؤولين، صيفطنا لهم المراسله الاولى والثانيه والثالثه، وصلنا لهم 14 مراسله، ما كاين اللي جاوبنا ولا سول فينا. حنا دابا حنا شكون هما ماتوا لينا؟ الا جاب الله كاع حلات السحاب ولينا نخدموا، راه ما عندناش باش نخدموا والو، ما عندنا باش نشريو الحناش. وهاد الناس راه كاين اللي كبير ما تفاجا معفنا بالسم، وكاين اللي كاين اللي مسكين ما عنده ما يصير، كاين اللي ما عنده ما ياكل، والجائحه راه ضربات هاد الساحه كلها. هي تنطلب من المسؤولين ان شاء الله يردوا رد الاعتبار لهاد الساحه هادي ان شاء الله. وانا راه عندي في هاد الساحه 39 عام، ملي كانت عندي 4 سنين مع الوالد ديالي وانا معاه، باقي صغير 4 سنين وانا في جامعه في نفس الساعه تنخدم مع الوالد. ودابا ان شاء الله تنطلبوا هاد الناس المسؤولين يردوا لنا رد الاعتبار وترجع الساحه كما كانت ورجع المياه لمجاريها. وهادشي كنطلبوا من المسؤولين ان شاء الله. حنا كنعيشوا في جامع العفناء، انا كنعيش في جامع العفناء 50 سنه، وانا في الحلقه تنجيو للحلقه ديك الوقت تنديروا البركه، يا قليل يا كثير، كاين نهار نديو كاين نهار ما نديو، مع الجواد مع الحباب. واليوم العام سيدي حنا هاد الازمه هلكتنا هاد الازمه، بعنا حوايجنا بعنا سميتو، ما بقينا لقينا لا اليمنى ولا اليسرى. كنطلبوا من المسؤولين يشوفوا من حالنا ويشوفوا يرحموا ضعف ديالنا. والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، والله يجعل البركه في السلطه، في السلطه الله يجعل البركه في السلطه. واليوم نعم سيدي وينكم تردوا لنا البال، تردوا لنا البال نعم سيدي، الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير. راه حنا حياتنا دوزناها في جامع عفنا، انا 50 سنه وانا في جامع عفنا، 50 سنه وانا في جامع عفنا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.